بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وجاني سؤال في الخاص يتكلم عن الاختبارات المرحلة الأولى من الحمل. متى تقام الاختبارات في المرحلة الأولى من الحمل؟ طبعا يتم الاختيار في نوع من أنواع الفحوصات من قبل طبيب متخصص في فترة بين الأسبوع 11 والأسبوع 24. أيضا يجب أيضا الفحص والكشف عن الاضطرابات المتواجدة في هذه الفترة، الأسبوع 11، وأيضا فترة الأسابيع المتقدمة في فترة الحمل. وغالبا يعني الطبيب المتخصص يكشف أنواع من الاضطرابات مثل متلازمة داون أو التثلث الصبغي أو نوع من أنواع يعني الصبغيات الكروموسومية يعني المتفشية في الفترة يعني آخر 20 سنة بسبب الأمراض والتغيرات الجوية أيضا. وننصحكم يعني الفحص من قبل طبيب متخصص في هذا المجال، وهذا يعني أغلب يعني الفترة التي يتوجب على الحامل أن تذهب إلى طبيب متخصص للفحص. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.